النور، كديرين متتبعين ومتتبعات ديالي؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم نهار جديد وفلوق جديد، بقاو معايا. شوفوا انا فقت بكري ودرت هنايا الحيره ديال الذره، شويه زبيده بلديه، خبيز ديال البلبوله واتاي، ودرت شويه البخور من هذاك العود ديال الامارات. بعد البنات ما فطرت انا، السي معتمد عاد فاق، اليوم عطله ما قاريش كما كتعرفوا بحكم هذا الوقت ديال كورونا، كيقراو 3 ايام في الاسبوع. فنهار كننوض بكري، كننوض مع السبعة، كنوجد الفطور، كنضرب شويه تماره، ونهار كنصبحوا روبو، كنصبحوا ناعسين، كنفطروا على خاطرنا، كندوزوا نهارنا انا وياه. صافي انايا جيت غادي نعطيه كونفليكس، شريت ليه طبيعه الحال، انا صايبت ليه كونفليكس بالشوفان، ولكن راكم عارفين الوداد ضروري كيبغيو شي حاجه، انا كنسدها هنا بالقراصه باش ما كتدخلهاش الهواء، وكيبغي هاد كونفليكس اكثريه بالشوكولا. صافي غادي ندير ليه حليبه، وغادي نحط ديك الكيكه اللي كنت شاركت معاكم اللي اخر فيديو قلت لكم انا غادي نصايبها باش نبقاو نفطروا بها. صراحه صايبت بزاف، اللي غدوز ليا واحد 3 ايام ولا 4 ايام. صافي هادشي هذا هو الفطور ديال المعتمد، وصراحه هكذا كيفطر ليا بحال هادشي، كيبغي مزوق كيفطر، مي ما كيلقى غير شي حاجه ما كيبغيش يفطر. صباح الخير. صباح الخير يا دليل، لاباس بخير؟ احنا دابا نفطروا. معاش امشي تفطروا، نفطر انا فطرت مع 8. لا لا فطرت قا فطوري قبيله. لا غادي تفطري معايا، غادي تفطر معايا. ودابا حنا كي الفطور قناتي تاعي مثلا المرجان، او عواد هو اللي شري لنا مثلا المرجان. ودابا ديروا لايك بشتوها، دير ليكم لايك. لا باش انا نحط فيديوهات. اه ياك انت بغيتي تقول. اه يلا بابا فطر. معتمد راه صايبت لي هذاك ديال الشوفان، هي كتبقى تاكل مره هذا مره هذا، هادشي اللي وعدني. قال لي ماما دابا هو كيعجبو هاد كونفليكس حيت فيه الشوكولا، كيعجبو. ايوا ماشي مشكل، مره هكذا مره هكذا. اي باش كيعجبني انا معتمد بالله شي حاجه ولا كاينه كياكلها، ما كايناش وخا تعطي غير خبيز قولي ليه هكا وزبيته غادي يفطر بها. صافي ما عندوش داك الفشوش اللي خاصك تخرجي وتمشي تسخري، حيت انا حيدتها لي. واصلا انا ماشي من الناس اللي كيخرج كل صباح خاصني نجيب الفطور. صافي اللي عندي في الدار بحال هاد الكيكه، راه شفتو من نهار الحد، وها هو اليوم تقريبا. شنو اليوم؟ اليوم الاربعاء. لا اليوم الاربعاء، وها هو كيكه انا اللي صايبتها من الحد، وهي باقا غزاله. كنديرها في بلاستيكه، كل نهار كنحط هادي رسالات. وقال لي معتمد ما تعرفيش تعمريها ياك حتى المره الجايه. ولا كنت وكنا نايا دفيتها بحال هادو، غادي نزوقين دوك بحال شويه. ها دابا نزوق، لا زوقتهاش كنت نايا دوزتيها. لا يلا فطر حبيبي بالصحه وراح. صافي هنايا ما تخلعوش، مشيت تقدي التقديه ديال تقريبا السيمانه، خيزو الكورجيت، القصبيه، البطاطا الحلوه، بطاطا عاديه، فلفله، بوتشال، بصله. المهم بحال جبت السوق كله الباربه، المهم جبت الخضره كامله، بوتنجال، جبت السردين. المهم غادي ندير واحد الطاجين زوين بزاف بزاف وغادي يعجبكم، وحطيته الناس ديال الفيسبوك وعجبهم، بان لهم لذيذ. قال لي انا حطينا الفيديو كيفاش كديري ليه. صافي هادشي اللي كاين. المهم هانتوما معايا، دوزوا معايا هاد النهار هذا، ونتمنى تشجعوني بلي لايك ودعموا هاد القناة. ندور بالدار، وواحد الواقعة وقعت ليا البارح، وقعت واحد الكارثة. شنو هي؟ شوفوا هانتوما، انا هنايا هزه الصاله بحكم ما قلت لكم ديك المره كنت شويه عيانه، وهذا كان اقتراح حتى ديال ماما. قلت لها واخا، قلت لها بغيت نهز الصاله. انا نكمل لكم الهضره هنا حيت انا الاضاءه احسن ان شاء الله. راه غادي ناخذ واحد البوله في العشيه مجهده تكون. قلت لكم بحكم زعما ماما قالت لي هزي من الصاله وهذا، وانا تجيني ديك الفكره اني نجيب اللحوفه ديال وسط الدار جبتهم هنا. المهم كنا غنديروا شي بلان وكنا غنصلحوا شي حاجه، صراحه ما كتبش. هانتوما كتشوفوا زعما هادي ما قلتهاش، قلت ما نقولهاش تصدق، ومع ذلك غير بيناتنا ما صدقتش. فصراحه انايا اكتئبت ملي كنشوف هكذا الفراش مهزوز. اصلا حنا في عائلتنا صراحه ما كمان كتقول لك زعما كيقول لك الواحد ما مزيانش قي هكذا راه في ذا الحوايج. فداك الشيء اللي كاين
دابا غادي صراحه بزاف عليا غنلم الدار كامله. علاش انايا بعدا قررت اني نفرج الدار؟ بحكم اني شفت راجلي ما غايدير والو حاليا، درك ما عندوش، فكنت ناوي زعما نصباغ بزاف الحوايج، ما عندي ما ندير. صافي وقلت راه نفرج داري قادها ونتولها وهذا. نيت كيجي شي تصوير روتين هكذا كيجي كتبان الدار زوينه. ونفس الوقت العفريت ديال معتمد البارح في الليل كان كيلعب طالع فوق الحوفه، جالس كيلعب هذا حتى كنشوف الدري باق تلاوح. عرفتي فين تخشى عليا؟ تخشى عليا ما بين القنت ديال الطابله، بغيت غير ندخل نجبدو ما قدرتش. قوت لي هذا ماشي بكيت، كان ضحكت ديك المعاتو ديك الصدمه صافي كيسحب ليا الجرح، مي خرجوا هضر معايا بديت كنضحك ما شعرتش. صافي وعتي خرجت لي واحد البقاله بحال الليمونه خرجت لي في راسو، الحمد لله ما سال لا دم لا والو. عاد جيت جبتو حدايا ودابا غادي نهز نقاد الصاله اليوم ما ولا خلينا معتمد نهضر اليوم ما نقادش الصاله حيت باغي نخرج في العشيه نخرجوا شي شويه، ما عرفتش نمشيو لمرجان كارفور ما عرفناش فين نمشيو. خو عارفين الدراري ما كيخرجوش مساكن، وانا ولفت الدار ولفت، واخا انا ربي اللي عالم انا كنبغي نخرج راه ماشي لخاطري البنات، ما كنش نخرج مصور راه اي تصوير شي اي واحد كتدخلي عنده تصوري راه ما يخليكش تصوري الا ما شريتيش من عنده، ما خديتيش عنده بزاف الحوايج. الا خديتي من عنده غير بياسه وحده راه ممكن كتلبسيها وكتصوري كتقيسي، فهمتوا؟ ممكنش نبقى ندخل المحلات ونصور، وحنا محلات هنايا كما قلت لكم تبارك الله بايعين بايعين، ما يبغوش داك التبرزيط اخويا بغيت نصور داك الشيء، تيقول لك لا كيقول لك اختي لا، يعني كيقول لك في وجهك. كاينين الناس اللي كنكونوا كليان ديالو تيقول لك وخلي تنقاد المحل، يعني بحال كيجرو عليك بواحد الطريقه مؤدبه. فبالتالي انا نفسي عزيزه فكنقولها لكم، انا واحد النفس عندي صعيب بزاف ما كنرضاش وما نرضاش شي حد ندخل نقول لي واش نصور ويقول لي شي كلمه غضرني، فهمتوا؟ فداك الشيء علاش كنتفادى هذاك الشيء. المهم دابا باش ما نكثرش عليكم الهضره غادي نمشي نفطر نعتقوا راسنا بعدا ونخرج هاد الوسطه نضرب ليها السياقه ونرجع ليها الحوفه ونضرب ليها الميطه صافي. وكل مره نقاد حاجه كل مره نقاد حاجه تنكمل كلشي. يلا كما كتشوفوا جيت مباشره كنحكات الصالون صراحه عزفتو وحكيت ليه الحيوطه ديالو وكبيت عليه من الماء، ودابا جيت كنسيق حنا الصالون غير كنحكو باش نجمع هاد الرغوه هادي حتى مابغيتش يمشي ليا الدروج. وخا قالوا ليا البنات ميكي سناء ميكي ميكي راكو عارفين اللي فيه النفس راه ما كيقدرش، ولكن صافي قلت ارا نفرش الصالون لمطو باش نبقاو ناكلو فيه صافي نسمع كلامكم. كلشي قال البنات قالوا ليا سناء ما تبقايش تاكلي في هذاك الصالون دخلاني، وداكشي اللي غادي ندير غنرد هذا هو نبقى ناكل فيه وداك الصالون بقى مقاد. ونيت غادي تجي عندي ان شاء الله واحد الضيفه فضروري خاصني نلمط الصاله صافي هادشي اللي كاين. المهم انتم معايا
غادي ندير غديوه. اول حاجه غادي نصايب بالكفته ديال السردين. عندي السردين هنايا، حيت لي هذاك هذاك السنيسي اللي كيكون هنايا في الفوق، باش هكذا ملي كتجي تطحني ولا كاين شي قشيره ولا هكذا. هذا انا غادي نطحنو باش ان شاء الله باغا نشارك معكم داك الماسك اللي قلت لكم، وغندخل نضرب واحد التدويشه. غادي ناخذوا شويه الربيع هنايا، هذه غادي نديرها في الكوكوت. المسنده ديال الحار، غير لقيت الحار مدغزال داير 100 درهم، خديت نص كيلو. بغيت ندير نيت واحد ديك الحمام المغربي مع الحنه. هنا ندير التحميره وغادي نديرها حتى في الكوكوت. غادي ندير الحار، انا صراحه ما تنكثرش قوه الملاحي غير بالكفته هكا. لاصوص طلق سبحان الله واحد الملوحه والحوت. هنا غندير الكمون في لاصوص حتى هو في الكوكوت. غادي ندير الكمون، نخليوه هنايا. هنايا غادي نجيب، غادي نحك مطيشه لا دابا حكيت نيت الكوكو، درت لها واحد الحكه. صافي، هاد القشره ديال المطيشه ما كنرميهاش، ملي كنسالي كنحك بها وجهي. غادي نديرو زبيده بلديه طبيعة الحال، الثومه صراحه الثومه ما بقات لياش، كنقدر نخرج نجيبها. نديرو الزيت، وانا راه طريه ديجا دايراها. دابا غادي نمشي نخليها تغلى شي شويه عاد نستف عليها الكويرات الكفته. دابا لاصوص هي طابت، غادي نستفو هاد الكفيته هادي. Thank you.
جربوا هذه الطريقه هذه ديال الفلفله وتشوفوا كيف كتجي. تجي زوينه مع الحوت ومع داك الحامض. هي الصراحه انا كنديرها في الطاجين، درت كميه كثيره صراحه، كنفكر ندير نخلي منها للعشاء حتى صافي باش ما كنبقاش نقول شنو غندير للعشاء شنو غندير للعشاء. صافي دابا غنغطي عليها ونديها طيب. دابا غادي ندير هنا شويه الصابون بلدي، هنايا جيت نقلب على القهوه. شوفوا الزري عاد ما لقيتهاش، انا مولفه كندير القهوه. المهم كندير انا تخت قهوه، ما لقيتش القهوه سالات هو صافي. وغادي ندير غادي ندير الحنه غير شويه وصافي. انا كتعجبني هذه البكيه كتخرج اللحم ما كتبقاش غير شويه غنبغي. وغادي نعصر عليها واحد الحامضه، عرفتي الحامض عامر ما شوف. زوين حامض اللحم متبقاش ديك الدبوغيه، هذا اللي كيبقى ليا تنخشيه في السطل باش كنكون كندوش كيطلق هذيك الريحه زوينه الحامض. المهم دابا انا خلطت هذا ونخليه حتى يطلق، ما ندير ليه لا ما لا والو، حتى نبغي ندوش عاد نزيد ليه شويه الماء سخون وصافي باش نطلع اللحمي. وعاد نضرب واحد الحكه ولكن تنسيق الدار، عرفتي الدار عندي حالتها. هذه هي غديوتي كما كتشوفوا، انا ما طيبتوش في الطاجين، درت الغش كما كتشوفوا، درت معاه البطاطا الفلفله وتا طاب ودرتو في الطاجين وزوقتو بالحامض والحار. صراحه هكذا جا زويون وصراحه جا لذيذ، ما نعاود لكمش. غادي نودعكم ونقول لكم مع السلامه، وما تنساوش لي لايك.